سامعین حضرات السلام علیکم. آج جمعرات کا دن ہے، جیسے کہ ہم ہر جمعرات کو حدیث کے ساتھ وغیرہ یا دعائے توسل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آج بھی ہم دعائے توسل پڑھیں گے. جو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ مہینہ رجب کا ہے، بابرکت کا مہینہ ہے، اس میں آپ دعا مانگو، آپ کے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے دینے میں دینی ہوگی. تو خداوند کریم کی بارگاہ میں ہم چار معصومین کے وسیلے سے جو دعائے توسل میں ان کا چار معصومین کا ذکر ہے، اور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألوک توجہک علیک بنبیک نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والقاسم رسول اللہ یا امام رحمت یا سیدنا مولانا ان توجہنا واستشفنا وتوصلنا بک اللہ وقدمنک بین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اغفر لنا عند اللہ يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفنا وتوصلنا بخير الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا فاطمة الزهراء بنت محمد يا قرة عين يا قرة عين رسول سيدنا يا سيدنا مولانا ان توجهنا وتشفنا وتوصلنا بغير الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا ابو محمد يا حسن بن علي ايها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله لا خلقه يا سيدنا مولانا ان توجهنا وتشفنا وتوصلنا بغير الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا ابو عبد الله يا حسين بن علي ايها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا ان توجهنا وتشفنا وتوصلنا بكرم الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا ابا الحسن يا علي بن حسين يا ابن يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا ان توجهنا وتشفنا وتوصلنا بكرم الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفنا وتوصلنا بغير الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إن توجهنا وتشفنا وتوصلنا بغير الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا أبا الحسن يا ابن موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إن توجهنا وتشفنا وتوصلنا بكرم الله وقدمنك بين حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا أبا الحسن يا ابن موسى أيها الرزا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إن توجهنا وتشفنا وتوصلنا بكرم الله وقدمنك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا وجيها عند الله عند الله يا أبا جعفر ابن محمد يا ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إن توجهنا وتشفنا وتوصلنا بكرم الله وقدمنك بين حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا
وجيها عند الله يكشف لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله يا حجة على خلقه يا سيدنا مولانا توجنا وتصفنا وتوصلنا بك الله وقدمنك بين يداتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله. يا ابي محمد يا حسن ابن علي يا زكي العسكري ابن رسول الله يا حجت الله خلقه يا سيدنا مولانا توجنا وتشفنا وتصلنا بكر الله وقدمنا بين حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله. يا وسيع الحسن يا خلق حجة الله يا القائم المنتظر مهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا توجنا وتشفنا وتوصلنا بكر الله وقدمنا بين حاجاتنا يا وجيها عند الله اكشف لنا عند الله. يا پالنے والے چار معصومین علیہ السلام کا سیریز ہیں تمام مؤمنین تمام مؤمنات کی مشکلات کو حل فرما. یا پالنے والے جو محدود ہیں ان پر قرض ادا فرما. یا پالنے والے ہمارے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ترقی نصیب فرما. یا پالنے والے جو بیل اولاد ہیں صاحب اولاد اولاد عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سعادتی یا مولایا انی توجہت بکم ائمتی ودتی لہما فقری وحجتی اللہ توسلت بکم اللہ واستشفاعت بکم اللہ فاشفوا علی عند اللہ واستف نزوني من زوني عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم ببقريكم أرجو نجوت من الله فقالوا عند الله رجاهي يا سعادتي يا أولياء الله صلى الله عليه أجمعين ولعن الله وداهن والظالمين من الأولين الآخرين من آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا پالنے والے میرے معبود پروردگار یہ چار تمام سمیروں کے وسیلے سے میرے معبود جو یہاں حاضرین ہیں سب کی ان کی مرادوں کو پورا کر جن کی نیک تمنائیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر اور ہمارے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما اور ہم دن دگنا رات چوگنی ترقی عنایت فرما. یا پالنے والے میرے حول کمپنی کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے. آمین ثم آمین.